قائمة إلغاء الترحيل تم الدخول إليها من إدارة النظام إلغاء الترحيل يقصد بإلغاء الترحيل هو أنه بعد قيامنا بعمل سندات صرف قبض فواتير مختلفة قيود يومية مختلفة وقمنا بعملية التأثير المحاسبي والمالي من خلال ترحيلها فإننا لن نستطيع تعديل تلك العمليات أو السندات أو القيود أو لن نستطيع حذفها أو إضافة أي بيانات عليها إذا كانت مرحلة، لكن إذا ما أردنا عملية التعديل أو الحذف أو إضافة بيانات، فلا بد أولاً من أن نقوم بإلغاء الترحيل. تتضح الفكرة أكثر حول ماذا يقصد بالترحيل وإلغاء الترحيل. نقوم بعرض بعض العمليات التي تم تنفيذها. ومن ثم معرفة ماذا يقصد بالترحيل وكيف وكيف يمكن تعديلها. فإذا ما خرجنا من إدارة النظام ذهبنا إلى إدارة الحسابات العمليات مثلا في قيود اليومية قمنا باستعراض بعض العمليات التي تم تنفيذها الضغط على زر البحث ثم F8 نلاحظ أن هذه العمليات الظاهرة أمامكم عمليات تم عملها وحفظها لكنه لم يتم ترحيلها أو التأثير المحاسبي الخاص بها فإذا ما اخترنا مثلا العملية رقم واحد وقمنا بالضغط على زر التعديل نلاحظ أننا نستطيع الآن تعديلها السبب أنها ليست مرحلة طبعا إذا ما قمنا بعملية الحفظ مثلا وأردنا مثلا طباعة كشف حساب خالد خالد هو عميل تم منحه خاص مسموح به بقيد محاسبي ظاهر أمامكم من حساب الخصم المسموح به إلى حساب العميل خالد. إذا قمنا بعملية الحفظ ولم نقم بعملية الترحيل فإن هذه العملية لن تظهر في كشف حساب خالد. فإذا ما خرجنا وذهبنا مثلا إلى التقارير كشوفات الحسابات حسابات الفرعية وقمنا بالبحث على العميل خالد من خلال الاسم يتم إدخال رمز النجمة ثم خالد ثم اف 9 نقوم بالضغط عليه واختياره. ثم طباعه ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان القيد اليومي الخاص بالخصم ليس ظاهرا في كشف الحساب الذي ظاهر في كشف الحساب فقط فاتوره المبيعات والتي تم ترحيلها، اما القيد اليومي الذي تم عمله وحفظه لم يظهر في كشف الحساب، السبب في ذلك اننا لم نقم بعمليه الترحيل لكن إذا ما قمنا مثلا بعملية ترحيل القيد اليومي الخاص بالعميل خالد رقم القيد واحد نقوم الآن بعملية ترحيل نخرج من القيود اليومية نذهب إلى الترحيل قيود يومية نضغط على السند مرتين نلاحظ ظهور جميع القيود التي لم يتم ترحيلها فإذا ما قمنا مثلا بالتأشير على ترحيل وأردنا استعراض القيد بالضغط بالزر الأيمن نلاحظ أنه القيد الخاص بخالد الآن نقوم بعملية الترحيل الآن بعد عملية الترحيل سوف تظهر العملية أو سوف يظهر هذا القيد في كشف حساب خالد فإذا ما ذهبنا التقارير وشوفات الحسابات حسابات الفرعية وقمنا بالبحث على العميل خالد 9. طباعة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ الآن أن القيد اليومي أصبح ظاهرا في كشف الحساب، فكشف الحساب كان عليكم فاتورة مبيعات بهذا المبلغ، تم منحكم خصم بهذا المبلغ الرصيد المتبقي عليكم. السؤال الآن بعد قيامنا بعملية ترحيل قيد اليومية رقم واحد هل نستطيع تعديل ذلك القيد أو حذفه أو إضافة بيانات؟ عليه الاجابه لا يمكن الا بعد ان نقوم بعمليه الغاء الترحيل للتاكد من ذلك نقوم بالعوده مره اخرى الى العمليات قيود اليوميه نقوم بالضغط على زر البحث ثم اف 8 بحث نلاحظ ان القيد رقم واحد الخاص بالعميل خالد اصبح مرحلا مؤشر عليه انه مرحل فاذا ما قمنا بالضغط عليه وأردنا تعديل هذا القيد المرحل ماذا نلاحظ؟ القيد مرحل لا يمكن التعديل هناك طريقتين لتعديل هذا القيد القيود المرحلة الطريقة الأولى وهي الطريقة المحاسبية أن يتم تصحيح الخطأ أو عكس القيد المحاسبي فيتم عمل قيد محاسبي عكسي من حساب خالد إلى حساب الخصم المسموح به ثمَّ تنفيذ القيد الصحيح الطريقة الثانية وفي حالة كان لمستخدم نظام المتكامل الصلاحيات بعملية إلغاء الترحيل نستطيع تعديل هذا القيد من خلال الذهاب إلى إلغاء الترحيل ونقوم بإلغاء الترحيل الخاص بالقيد رقم واحد ثمَّ نقوم بعملية التعديل للتأكد من ذلك نخرج من شاشة القيود اليومية نذهب إلى إدارة النظام إلغاء الترحيل قيود اليومية نقوم بالضغط على المستند أو نقوم بإدخال رقمه في هذا الحقل نلاحظ ظهور القيد رقم واحد الآن سوف نقوم بعملية إلغاء ترحيل هذا القيد من أجل أن نستطيع تعديل القيد فنقوم بالتأشير على إلغاء ثم إلغاء الترحيل الآن إذا ما عدنا مرة أخرى إلى إدارة الحسابات، العمليات، قيود اليومية، بحث، عند رقم المستند إف 8 ثم بحث، نلاحظ أن القيد رقم واحد لم يعد مرحلاً. فإذا ما قمنا بالضغط عليه مرتين وإنزال بيانات تفصيلية في الشاشة، وقمنا الآن بالضغط على زر التعديل، ماذا نلاحظ؟ نستطيع الآن تعديل. هذا القيد بعد قيامنا بعملية إلغاء الترحيل فإذا ما قمنا مثلا بتعديل المبلغ 20 ألف ريال مثلا تم منه خصم ب ريال ثم قمنا بعملية الحفظ الآن نستطيع التأثير المحاسبي والمالي على العميل خالد من خلال الترحيل فنذهب إلى ترحيل قيود اليومية سندات ونقوم بالتأشير على القيد رقم واحد ثم ترحيل فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى هذا القيد قيد يومية بحث F8 نلاحظ أن القيد أصبح مرحلا لا يمكن الآن تعديله أو حذفه فإذا ما قمنا بالضغط عليه واختياره ثم تعديل نلاحظ القيد مرحل لا يمكن التعديل أو أردنا حذف هذا القيد لا يمكن مسح قيود يومية مرحلة إذا ما أردنا التعديل أو الحذف لابد من عملية إلغاء الترحيل. نفس الطريقة تستخدم في بقية فواتير المبيعات سندات الصرف والقبض إلى آخره. فإذا ما ذهبنا مثلا إلى الترحيل سندات نقدية واخترنا حساب الصندوق وقمنا بعملية ترحيل السند ترحيل الآن إذا ما ذهبنا وبحثنا على سندات الصرف بحث وقمنا بجعل المؤشر عند رقم مستند ثم اف ثمانية واخترنا نقدا ثم بحث نلاحظ أن أن سند الصرف رقم واحد من الصندوق رقم واحد أصبح مرحلا فإذا ما قمنا باختياره وأردنا تعديله ماذا نلاحظ رقم مستند مرحل كذلك إذا ما أردنا حذفه لا يمكن مسح سند مرحل من أجل القيام بعملية التعديل أو الحذف لابد من إلغاء الترحيل فيتم الخروج من سندات الصرف خروج من إدارة الحسابات الذهاب إلى إدارة النظام إلغاء الترحيل ونختار السند أو الفاتورة المراد إلغاء ترحيلها السندات النقدية ونحدد الصندوق بالضغط على F9 صندوق ريال نحدد سند صرف ثم نتحرك بالتب او بالماوس. الان سوف نقوم بعمليه الغاء ترحيل السند رقم واحد فنقوم بالغاء ثم الغاء الترحيل فاذا ما عدنا مره اخرى الى اداره الحسابات العمليات سندات الصرف وقمنا بالبحث عليه بحث ثم عند رقم المستند f 8 نحدد نقدي ثم بحث نلاحظ لم يعد السند رقم واحد مرحلا فاذا ما قمنا باستعراض بياناته بالضغط عليه مرتين ثم تعديل ماذا نلاحظ؟ نستطيع الان تعديل المبالغ بعد قيامنا بعمليه الغاء الترحيل. كذلك الحال بالنسبه لفواتير المبيعات فاذا ما ذهبنا لفواتير مبيعات العمليات فواتير المبيعات وقمنا بالبحث على الفواتير بحث مثلا الفواتير الآجله قمنا باختيار آجل ثم جعلنا رقم الفاتوره المؤشر رقم الفاتوره ثم اف 9 نلاحظ ان الفاتوره رقم واحد مرحله فاذا ما قمنا باستعراضها واردنا تعديلها ماذا نلاحظ؟ لا يمكن تعديل الفاتوره المرحله او حذفها نلاحظ ومن أجل عملية التعديل في حالة كانت لنا صلاحيات التعديل لابد من إلغاء الترحيل ثم عمليات التعديل فإذا ما بحثنا على فاتورة أخرى غير مرحلة إف F9 نلاحظ أن الفاتورة رقم ثلاثة ليست مرحلة فإذا ما قمنا بتأشير الضغط عليها والتعديل نلاحظ يسمح النظام الآن أن نقوم بعمليات التعديل لأنها ليست مرحلة إذا ما أردنا إلغاء ترحيل فواتير المبيعات يتم الخروج من إدارة المبيعات الذهاب إلى إدارة النظام إلغاء الترحيل فواتير المبيعات ونختار طريقة دفع آجل ثم نضغط على الفاتورة مرتين أو نقوم بإدخال رقم الفاتورة المورد إلغاءها في هذا الحق سوف نقوم الآن بإلغاء ترحيل الفاتورة رقم واحد فنؤشر على إلغاء ثم إلغاء الآن نعود مرة أخرى إلى فواتير المبيعات العمليات فواتير المبيعات نقوم بالبحث على الفاتورة بحث آجل عند رقم الفاتوره اف F9 نلاحظ أن الفاتورة رقم واحد لم تعد مرحلة فإذا ما قمنا باستعراض بياناتها وقمنا بالضغط على زر التعديل نلاحظ أن النظام يسمح الآن بعملية التعديل أو الحذف إذا كانت لنا صلاحيات الحذف أو التعديل إذا تعتبر شاشة إلغاء الترحيل شاشة مهمة نستطيع من خلالها إلغاء التأثير المحاسبي والمالي على السندات أو الفواتير المختلفة بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا تفيدنا في حالة حدوث خطأ معين أو تم نسيان إضافة بيانات معينة وقد تم ترحيل الفاتورة فإذا ما كانت مرحلة لن يمكن التعديل او الحذف، لكن بعد عمليه الغاء الترحيل نستطيع حذف او تعديل او اضافه بيانات اخرى في الفاتوره او القيد او السند الذي تم الغاء ترحيله. ملاحظه مهمه هذه الشاشه لا يتم الدخول اليها الا بناء على الصلاحيات الممنوحه لمستخدم نظام المتكامل. نستطيع تعديل الاخطاء اما من خلال عمل قيد عكسي ثم عمل قيد صحيح أو غيرها من الطرق المناسبة في عملية التعديل للأخطاء التي ربما تحدث خلال النشاط التجاري.